البريفنشن بقى بتاع البلاد كلوتينج اوت سايد اوف ذا بودي او ان فيترو، ايه اللي هيعمل بريفنشن؟ يعني ازاي اعمل بريفنشن ان انا البلاد كلوتينج اوت سايد ان فيترو؟ طب يعني ماشي، ليه هعمل كده؟ يا اما محتاج البلاد يبقى نوت كلوتد عشان في اختبار مثلا، في سامبل بجمعه في تيست تيوب، او باخد دم من عيان، قصدي من اللي هو التبرع بالدم بقى. اوكي تمام، هو تيست تيوب او تبرع بالدم. قالك والله في كذا حاجه. قالك اول حاجه هما 3 سي. قالك الكوليكشن بتاع البلاد تيست تيوب كوتد باي سيليكون وبارافين. طب ليه سيليكون وبارافين؟ قالك والله دول نوت ويتابل سيرفيس، يعني السيرفيس ده غير قابل للبلع، وبالتالي هم سموس. طب ادام هم سموس مش هيعملوا اكتيفيشن، مفيش اكتيفيشن للفاكتور رقم كام؟ 12. ده كده مفيش حاجه هتاكتيفه، فبالتالي نو كلوتينج. فده كده اول حاجه، يبقى انت كده عملت ايه؟ السموث سيرفيس. ماشي، قال لك الكولينج اوف ذا بلاد طبعا ده ممكن يقلل الميتابوليك بروسيس بتاع حاجات كتير، فممكن يعني ايه يقلل الكلوتينج برضو. اخر حاجه بقى ايه؟ الكيليشن بتاع الكالسيوم. كليشن يعني الريموفال بتاع الكالسيوم ايون، الايونايز بالذات. خلي بالك انك هنا الايونايز هو ايه اللي ليه وظيفه، فهو الايونايز كالسيوم تشيله او تقلل كميته. تقول لك ازاي؟ اكل عندك بالبريسبتيشن اوف ايونايز كالسيوم باي. قال لك الصوديوم اوكزاليت حط عليها الكالسيوم، تقوم شايل الصوديوم وتحط مكانها الكالسيوم اوكزاليت، بس ده توكسيك، فبالتالي ده مش هنستخدمه في الستور بلاد، عشان العيان اللي هياخده او هيتنقل له يعني هيعمل له توكسيميا، او توكسيك، هتبقى هيعمل له تسمم، فده غلط. او الاديتا برضو هتمسك في الكالسيوم الايونايز كالسيوم فتقلل كميته في الدم. ماشي، وايه بقى في تاني؟ الصوديوم ستريت ده بقى اللي بنستخدمه، وقلنا قبل كده صوديوم ستريت حط عليه كالسيوم ايونايز كالسيوم يدي كالسيوم ستريت، وده نوت توكسيك اند رابد ريموف في بلاد بايه؟ بالليفر والكدني. عشان كده العيال اللي عنده مشكله في الليفر والكدني الكالسيوم ستريت ده مش هيتشال، او الستريت ذات نفسه ده مش هيتشال. ولو تفتكروا كنا قلنا ان احنا لازم نديله كالسيوم جلوكانات في البلاد ترانسفيوجن، مظبوط. فبالتالي تعالى نقولها تاني بقى كده ايه. قالك والله بريسبتيشن اوف ايونايز كالسيوم باي الصوديوم اوكزاليت، والصوديوم اوكزاليت هيحوله لكالسيوم اوكزاليت، وايه وده توكسيك. او الاديتا او الصوديوم ستريت يدي كالسيوم ستريت، وده بيحصل له ايه؟ رابيد ريموفر في المرض. وحتى لو تفتكروا لو ممكن يحصل هايبوكالسيميا، تمام. حتى انا بقول لك ايه اهو، ده اللي يوز ان بلاد ترانسفيوجن، دي مهمه جدا اللي هو ايه الصودي الستريت ده. ماشي، قال لك ايه تاني؟ قال لك ممكن تعمل بقى اديشن اوف هيبرين ان ارتفيشال كيدني ماشين. بص، هي ايه موضوع الارتفيشال كيدني ماشين؟ لو افترضت ان ده دراع الراجل اللي بيحصل له ايه ارتفيشال كيدني ماشين، الارتفيشال كيدني ماشي، ادي دراعين اهم، الفكره في ايه؟ بص، انت بتاخد دم وبترجعه تاني، بتاخد دمه ايه وبترجعه تاني. ادي هتاخد دم مثلا من هنا اهو وترجعه تاني. طب الدم ده بيطلع يمشي في تيوب، صح؟ التيوب دي صعب انك تخليها برضو ايه 100% سموث و100% ما تعملش كلوتينج، فبالتالي انت محتاج، ففي هنا عرضة ايه للكلوتينج، صح؟ فبالتالي انت محتاج تقلل الكلوتينج ده خالص، فبالتالي تدي ايه الموست باورفول انتي كواجلانت عندك؟ هقول لك والله خلاص اديله هيبارين، هو الموست باورفول انتي كواجلانت. فبالتالي عيانين رينال دياليسيس دول اللي بيعمل لهم، اللي بيروحوا يغسلوا، اللي عندهم فشل كلوي بيروحوا يغسلوا دم، لازم نديهم انتي كواجلانت قبل العمليه دي عشان تمنع التجلط في التيوبز والانابيب بتاعت الايه الكدني ماشين دي. طب نشوف البريفنشن اوف بلاك كلوتنج انسايد ذا بودي ان فيفو. قال لك دي بقى هنا دراجز، هنا تستخدم ايه ادويه. فقال لك والله احنا هنستخدمها ليه؟ قال لك ده هتعمل بريفنشن وتريتمنت بتاعت الثرومبوزز، هتمنع وهتعمل تريتمنت. طب قال لك ايه بقى؟ قال لك في الدي في تي او الدي فينس
دي فينس ثرومبوزز او بالمونري امبوليزم او بالمونري ثرومبوزز. ماشي، خليها ثرومبوز. ايه القصه بقى هنا؟ بص، ولا لك مايوكارديال انفاركشن والافتر كاردياك سيرجري والروماتيك فور فالف ديزيز والهيريديتري ديفيشنسي اوف انتي ثرومبين 3 وبروتين سي. بص، ده واحد مولود وراثيا عنده دول ناقصين، صح؟ دول ايه اصلا؟ انتي كواجيلانت. انتي كواجيلانت نقصهم، صح؟ يبقى ايه اللي هيزيد نسبيا؟ الكلوتينج، فبالتالي يحصل له تجلط، فده لازم ياخد انتي كواجيلانت من بره علشان ايه؟ علشان تمنع الكلوتينج ده. طب نشوف قصه الدي في تي ومش عارف ايه. قال لك اول حاجه يعني ايه دي فينس ثرومبوزز؟ قال لك والله ادي دي رجل عيانه اهي، في بيبقى فينا او ورده، اورده، تمام؟ الاورده دي ساعات كده ممكن تتعرج ويحصل فيها مشاكل بحيث ان الدم هنا يترسب وكده ويعمل ايه؟ يعمل ثرومبس. طب قال لك والله ايه مشكلتها الثرومبس دي؟ الثرومبس دي ليها كذا مشكله. اول حاجه الثرومبس دي ممكن تقفل كده مثلا، حلو، ممكن تقفلها، ولو قفلتها هنا دي بقى دلوقتي كده اهو قافله بالدم، هي مش هتقفلها وتسكت. دلوقتي لو انت عندك ثرومبس هنا حصلت، حلو، الدم اللي جاي هنا كده مش الجسم ده بالنسبه له غريب، ده مش سموث، فبالتالي ده يبدا يحصل له ايه؟ كلوتينج. يبدا هنا برضو يحصل له كلوتينج كلوتينج كلوتينج، هتلاقي في الاخر كده ان ايه ده عمال يحصل له كلوتينج 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 كلوتينج، والدم عمال يقف فيه. فبالتالي لازم تدي ايه؟ حاجه انتي كواجلانت عشان تمنع الكلوتينج ده. دي حاجه. وطبعا البلمونري ثرومبس زي دي بالظبط، بس هتبقى ايه؟ في الرئه. طب ايه قصه القلب؟ قال لك القلب والله انت ادي لو عندك ده قلب اهو، بص، لو ده مثلا عندك ايه اللي هو الليفت فينتريكل وده ايه الرايت فينتريكل اللي هو البطين الايمن والبطين الايسر، ودي ده الايه المصل بتاعه. قال لك في مشكلات بقى ايه ممكن الجدار ده كده بتاع القلب ده كده يموت، هو جاي له اصلا دم بلاد سبلاي من حاجه اسمها الشرايين التاجيه او الكوروناري ارتريز، ممكن الكورونا ارتي ده يتقفل او جزء منه يتقفل فيموت الجدار ده. الطبيعي ان الدم الطبيعي النورمال ان الجدار ده سموث، يعني ده كده هنا سموث، حلو، وده سموث وده سموث وده سموث وده سموث. طب ده لما يموت بقى ايه اللي يحصل؟ لا، هيفقد السموث بتاعته، فيبدا هنا الدم ايه؟ يبدا يعمل ثرومبس ويتجلط، فهنا تبقى مشكله وانت مش عايز يحصل كده، فانت بتقوم مدي ايه؟ انتي كواجلانت من الاول بتمنع ان الدم يتجلط. وفي نفس الحكايه هنا برضو، لو واحد عرضه للدي في فينس ثرومبوز تديله انتي كواجلانت وهكذا. هو طبعا الكلام ده انتوا لو ما فهمتوش دلوقتي مش مشكله، لان كل ده هتاخدوه في الباثولوجي، وانا شايف يعني هي ملهاش لازمه تاخدوها دلوقتي، وغير انكم كده قدام اصلا هتاخدوها في الفارما بالتفصيل موضوع الادويه ده. بعد جراحات القلب برضو، لو انت لما تلعب في القلب اكيد برضو هتغير فيه، يعني هيحصل حاجه غلط، يعني مش هتطلع قلب مظبوط زي الاصلي، فبالتالي ممكن برضو عرضه ان يحصل ثرومبس. الروماتيك فالف ديزيز، الروماتيك فالف ديزيز ده مشكله في الفالف. طب ماشي، طب ما الدم بيدخل هنا بيبقى في الاتريوم اللي هو الاذين، هيدخل هنا، طب ما هو ممكن يترسب هنا ويديك جلطه برضو، تمام؟ فانت لو عندك حاجه مرض زي ده تديه انتي كواجلانت احتياطي. كل الحاجات دي ممكن لازم محتاجه لها انتي كواجلانت، تمام؟ ماشي. تعال بقى نشوف ايه الادويه اللي عندك اللي ممكن نستخدمها. قالك والله عندك نوعين، عندك حاجه اسمها هيبارين وكومارين. وكومارين فيه وارفرين ودايكومارول. دايكومارول ده مش حلو، او يعني في ماده سامه كده فمش حلو لجسم الانسان قوي، فاللي بيستخدموا ايه؟ الوارفرين والهيبارين، دول اكتر انتي كواجلانت بيستخدموا تقريبا، او يعني او يعني هو مش الهيبارين ذات نفسه هو اللي بيستخدم، في مشتقات منه اللي بتستخدم، اوكي. قال لك الاوريجن بتاعه، قال لك والله الاوريجن ده انيمال وده بلانت. قال لك بقى هنا بيطلع ممثل وبيزو فيلز
مش قضية يعني، احنا قايلين قبل كانوا بيطلع ممثل وبيزوفيل. المود اوف اكشن او ميكانيزم اكشن احنا قلناه انتي ثرومبين انتي بليتلت انتي ليبيد، ده قلناه قبل كده. طب الورفرين بقى ايه؟ قال لك والله ده كومبتيتيف انهيبيشن مع الفيتامين كي في الليفر. حلو، يعني هيعمل انهيبيشن، كومبتيتيف انهيبيشن لفيتامين كي في الليفر، هيعمل انهيبيشن لفيتامين كي في الليفر. حلو، لا يعني هيقلله من الاخر. طب اوكي ماشي، ايه كلوتينج فاكتورز والحاجات اللي احنا استخدمناها قلنا انها تحتاج فيتامين كي؟ والله احنا قلنا الحاجتين، كلوتينج فاكتور وانتي ايه كواجلانت. الكلوتينج قلنا 1972، انتي كواجلانت بروتين سي واس. دكتور هو كده، طب ماشي استفدنا ايه لما يبقى في كلوتينج وانتي كلوتينج؟ قالك والله ماشي، دي النقطة دي فيها كده تركة مهمة ولازم هنقولها حالا، هنقولها في الاخر، لانها دي حاجة كده عملية ومش موجودة عليكم في المنهج، بس هقولها لكم. عايز تسمعها اسمع، مش عايز تسمعها ما تسمعهاش. ايه السايت اوف اكشن؟ ده قالك ان فيفو ان فيترو. ليه؟ لان ده والله يعني زي ما انت شايف كده شغال على الثرومبين، يعني شغال على البليتلت، كلها حاجات في الدم، كلها كومبوننت بتاع الدم. فانت لو خدت الدم ده بره هو هنا مثلا، ما ده الكومبوننت ضمنها فيه. حلو، سواء بقى جوه الجسم او بره الجسم. طب ده ان فيفو اونلي ليه؟ لان في الفيترو مفيش ليفر في الفيترو، لان لو خدت الدم في تيست تيوب انت مش محتاج الليفر في حاجه، خلاص الكلوتينج فاكتور دي متصنعه وموجوده في الدم. طب امال ايه يا دكتور ده الورفرين بيعمل ايه؟ قال لك لا، ده دلوقتي يعني انت دلوقتي عندك ايه اهو، اي انسان طبيعي مننا ادي عنده الليفر اهي، هتطلع الايه الكلوتينج فاكتور اللي هي 1972 في الدم. طب انت بدات يعني ده النهارده ايه، خلاص يعني انت خدت كده عندك كميه معينه من ده. طب نفترض انك بدات النهارده تاخد الورفرين، ايه اللي يحصل بقى؟ قال لك هتبدا تقلل التصنيع، تقلل ايه السينثيسيس بتاعه. لكن طب ودول؟ لا دول مش هيتاثروا لحد بقى ما يحصل لهم بريك داون وتيرن اوفر، يعني كل حاجه ليها لايف سبان، ليها عمر محدد، اول ما عمرهم يخلصوا فعلا بقى تبدا هنا ايه تاثير الورفرين يقل. طب نستفيد من كده ايه؟ قال لك ان هو يعني الانسب بتاعه ليه من 1 لـ3 ايام لحد ما دول يتكسروا ونبدا نحس فعلا ان هم بيقلوا في الدم. اما ضرب ده اول ما يدخل الدم هيمسك في الانتي ثرومبين ويمسك ويعمل بريفنت البليتلت اجريجيشن على طول حاجه في الدم، فده هيبقى رابد وده هيبقى ايه ديليد اونست. الديوريشن ده شورت من حوالي 4 لـ6 ساعات، وده لونج من حوالي 3 ايام لانه بيعمل انهبيشن للفيتامين كي والانزيمات، فبياخد وقت قبل ما تعمل ريجينريشن للانزيمات وكده والفيتامين كي. ازاي ده هيتاخد وازاي ده هيتاخد؟ قال لك والله ده ممكن يتاخد انترا فينوس او انترا ماسكولار، وحط كده علامه استفهام جنب انترا ماسكولار لانها ايه يعني في الفارماكولوجي يقول لك كلام عكس كده. فانت ايه يعني الستيبل وبالنسبه لك صح هو الانترا فينوس، الانترا ماسكولار عليها كلام. طب ليه ما ناخدوش اورال؟ لانه والله قال لك ده هيحصل له ايه دايجيشن بالاستومك، هيدخل المعده يتكسر ومش هتستفيد بيه. التاني ده يتاخد اورال عادي ماشي. الانتي دوت بقى، نفترض ان واحد عيان مثلا مصري، انتوا عارفين عيان مصري لو قلت له خد دواء حبايه مثلا، في بعض العيانين بيفتكروا ان انك لو خدت حبايتين هتخف اسرع او هيبقى احسن، طبعا ده غلط. يعني نفترض بقى ان عيان مصري من العيانين الاذكياء الفذين دول جه خد هيبارين زياده وجالك العياده عنده سيوله، هو انتي كواجلانت فاهم السيوله. قالك ايه؟ قالك الهيبارين ده احنا اتفقنا قبل كده ان هو ايه نيجاتيف ميوكوبوليسكرايد. طب خلاص هو نيجاتيف، يبقى انت بقى محتاج حاجه تمسك فيه تمنع الاكشن بتاعه. قالك في حاجه اسمها بروتامين سلفيت، ده بوزيتيف تمام، تيجي يحصل بينهم انتر اكشن كده، انت عملت تمسكه في بعض ويعمل انهيبيشن لايه الاكشن بتاع الهيبارين دي، بيقول لك بيسميها نيوتراليزيشن. نيوتراليزيشن. طب الفيتامين كي انزومه، قصدي اللي هو الورفرين، خلاص انت عندك شويه فيتامين كي اديله فيتامين كي، وعندك مشكله في الكلوتينج فاكتور خلاص اديله بلاد ترانسفيوجن في كلوتينج فاكتور.